يعكس الشورى عن اعتزازه وتقديره البالغ لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمهم برامج التنمية في المملكة من خلال تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمملكة البحرين ضمن برامج التنمية بدول المجلس، معتبرا هذه الوقفة المشرفة ليست بغريبة على قادة دول المجلس الذين أكدوا على مر السنوات بأنهم إلى جانب أشقائهم في كل ما من شأنه أن يخدم مصالح مملكة البحرين ويعود بالنفع على مواطنيها الكرام. ورأى المجلس في بيان أصدره في مستهل جلسته الأسبوعية والتي تناوب على رئاستها كل من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وسعادة السيد جمال محمد فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن هذه الخطوة من الخطوات المتقدمة على طريق التكامل الخليجي الأكثر شمولية والذي يصب في مصالح مواطني المجلس. وكان مجلس الشورى قد بدأ جلسته الاعتيادية 13 من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، ومن ثم تم إخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من عدد من أعضاء اللجنة المشكلة خلال جلسة المجلس الاستثنائية الأولى الماضية والمكلفة بإعداد تقرير يتضمن مرئيات واقتراحات للمجلس حول الأوضاع التي تمر بها المملكة والمتضمنة توصية برفع مضبطة الجلسة المذكورة إلى جلالة الملك المفدى، وهو ما تم التصويت عليه بالموافقة من قبل غالبية أعضاء المجلس. كما تم إخطار المجلس بمجموعة من الرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب. انتقل بعدها المجلس لاستعراض السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية والمقدمة من سعادة العضو نانسي دين خضوري بشأن خطط الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة والخدمات التي تقوم بها نحو مراكز الإعاقة في مملكة البحرين، ثم تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2010، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمرافق للمرسوم الملكي رقم 65 لسنة 2010 وذلك لإحالتها إلى الحكومة الموقرة. انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002. وقد طرح أصحاب السعادة مداخلاتهم واستفساراتهم حول مشروع القانون ليتم بعدها التصويت بالموافقة على المشروع على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال جلسة المجلس المقبلة. وعلى صعيد متصل تم الموافقة على كل من تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر للعام 2008، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر للعام 2009 على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنها خلال الجلسة المقبلة. يتم بعدها مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للإدخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، حيث تم الموافقة على توصية اللجنة التي دعت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون. كما تم خلال الجلسة الموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة على مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال جلسة المجلس المقبلة. فيما قرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل والمعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب إلى جلسة المجلس المقبلة. وعلى بند ما يستجد من أعمال تم استعراض اقتراح تقدم به 6 من أصحاب السعادة الأعضاء بشأن مناقشة موضوع المبادئ التي طرحها للحوار صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وتأييد المجلس لها، حيث تم الموافقة على إدراج هذا الاقتراح ضمن بنود أعمال الجلسة وفتح المجال للحديث أمام 4 مؤيدين من هذا الاقتراح من أصحاب السعادة الأعضاء، إلى جانب الموافقة على اقتراح معالي رئيس المجلس بتكليف مكتب المجلس بإصدار بيان باسم المجلس بشأن دعم ومساندة المجلس لهذه المبادئ، يتضمن في الوقت ذاته مطالبة الدولة القيام بمسؤوليتها لحفظ الأمن، إلى جانب الإشادة بمبادرات التجمعات الأهلية الوطنية التي أكدت من خلالها على دعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي في البحرين.